مشاهدينا الكرام، مشاهدينا في كل مكان، هيكون لنا لقاء مع أصغر طفل سوري داخل مدينة الشنبلاوين. آدم، إزيك يا آدم؟ الحمد لله. عامل إيه يا روح؟ كويس. أنت في سنة كام في المدرسة؟ سنة تانية أول. تانية إيه؟ أول ابتدائي ولا إيه؟ تانية أول ابتدائي. المدرسة بتاعتك اسمها إيه؟ مدرسة الشعري. يعني والله يعني أنتوا مصدقين إن ده سوري؟ طبعا أنت سوري بس بتتكلم باللهجة المصرية. مولود هنا؟ مولود هنا بس من سوريا. مولود هنا بس من سوريا. تمام. عامل ايه في الدراسة بتاعتك؟ كويس. علاقة المدرسين عاملين ايه معاك؟ بيعملوك معاملة خاصة ولا ازاي؟ حلوة يعني. حلوة يعني. ايه رأيك في اخواتك المصريين اصحابك؟ يعني كويسين كده ولا ايه؟ في المدرسة؟ اخواتك زمايلك. كويسين. يحبوكوا كده؟ يحبوني قوي. يحبوني قوي. يعني ادم انت بتحب ايه الاكلات المعينه في محلات ابو احمد السوري؟ ايه الاكله المعينه اللي انت بتحبها؟ شاورما. شاورما. تاكلها كل قد ايه؟ يعني كل يومين. كل يومين. طب ايه الاكل المصري اللي انت بتحبه؟ الاكل المصري؟ مكرونه بشاميل. بتحب السمنه؟ بتحب المكرونه البشاميل وايه تاني؟ معرفش. يعني المكرونه البشاميل وايه تاني اللي بتحبها اكلات مصريه تفتكر؟ محشي. بتحب البط الوز كده؟ البط والوز كل حاجه. عايز تقول النهارده لباباك ابو احمد السوري، عايز تقوله النهارده بمناسبه الافتتاح؟ عايز اقول له ربنا يخليه، ربنا يرزقه. علي صوتك وبس عشان بابا يسمعك. علي صوتك. ربنا يخليه ويرزقه. عايز تطلعي ان شاء الله مستقبلا دكتور ما شاء الله عليك. انت دلوقتي عايز تقول ايه لابو رامي؟ ابو رامي عايز تقول ايه؟ عايز تقول له انا بحبك ان شاء الله. ناوي لما تكبر شويه كده تشتغل في مطاعم بابا؟ طبعا اشتغل معاه وكل حاجه. وايه؟ اشتغل معاه وكل حاجه ان شاء الله. عايز تقول النهارده لزمايلك اللي قاعدين دول، عايز تقول لهم ايه؟ لزمايلك المصريين. المصريين؟ المصريين والسوريين. ربنا لو عمك ضربك واحد عادي الشحن. طبعا ادم يعني ما شاء الله يعني عنده حوالي 10 سنين. عنده 10 سنين وانا بشكرك يا ادم وبحييك يا حبيبي. شكرا يا خطام ونورت وشرفت طبعا مدينتنا الغاليه مدينه الشنبلاوين. شكرا. مشاهدينا الكرام انتظرونا في لقاء اخر باذن الله.